القلب عضو مضخة مركبة. إذا نظرنا إلى مقطع للقلب نلاحظ أنه يستقبل دما غير مؤكسد من مختلف أجزاء الجسم في الأذين الأيمن. الآن الصمام الثلاثي يفتح ويحفظ الدم منسابا إلى البطين الأيمن، ثم الأذين الأيمن ينقبض دافعا الدم المتبقي إلى البطين الأيمن، هذا على التعاقب مع الانقباض ليدفع الدم إلى الشرايين الرئوية التي تحمل الدم إلى الرئات. الشريان الرئوي يأخذ عائد الدم غير المؤكسد إلى الأذين الأيسر من القلب. أثناء الانقباض الشرياني الدم يمر عبر الصمام الثنائي إلى البطين الأيسر. أثناء الانقباض البطيني الدم يدفع إلى طريقه إلى الأورطي حيث يذهب إلى أجزاء الجسم متنوعة. عضلات القلب تولد باستمرارية الاندفاع النبضات التي تسبب الانقباض الإيقاعي والاسترخاء للأذين والبطين. هذه الاندفاعات النبضات متولدة بواسطة عقدة سينو أذينية وأوريكولو بطينية داخل القلب. الدم ينساب في اتجاه معين، انقباض الأذينات يسمى انقباضا أذينيا. في هذا الوقت البطينات تكون في انبساط ثم تنقبض البطينات، وهذا يعرف بانقباض بطيني، والأذين يكون في انبساط. هذه السلسلة من الأحداث التي تحدث من البداية من ضربة قلب واحدة إلى البداية لضربة قلب ثانية يسمى الدورة الدموية.